نشرة أخبار الثامنة مساء تأتيكم من الفضائيات المصرية والنيل الأخبار. مرحبا بكم ومرحبا بك دينا. مرحبا بك محمد. مرحبا بحضراتكم. نبدأ الثامنة بأهم العناوين. الرئيس السيسي يتلقى برقيات التهنئة من الوزراء وكبار رجال الدولة بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو. مصر تدين تكرار حرق وتمزيق المصحف السويد وتطالب بالتصدي لتلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. روسيا تقصف منشآت الحبوب في أوكرانيا لليوم الرابع وتدرب قواتها على احتجاز السفن، والأمم المتحدة تعتبر تهديدات موسكو وكييف غير مقبولة. ونتابع في نشاطنا الاقتصادي. وزارة النقل توقع مذكرة مع شركة عالمية للتعاون في مجالات النقل البحري والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية. ومعكم مشاهدينا في أخبار الرياضة. إسبانيا تستهل مشوارها بالفوز بثلاثية نظيفة على كوستاريكا بالمجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم للسيدات. إلى التفاصيل. تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة من الوزراء وكبار رجال الدولة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 71 لثورة 23 من يوليو. حيث تلقى السيد الرئيس التهنئة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية ورئيسي مجلس الشيوخ والنواب، وأعرب الوزراء وكبار رجال الدولة خلال برقياتهم عن خالص أمنياتهم بدوام التوفيق والسداد، داعين المولى عز وجل أن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها. كما تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو المجيدة، حيث أكد شيخ الأزهر أن ثورة يوليو ستظل واحدة من الأحداث المهمة في تاريخ الوطن، مشيرا إلى أن الثورة كان لها دور مهم في القضاء على الفوارق بين الطبقات والانتصار للطبقات الفقيرة والكادحة من أبناء الشعب، كما أنها ضربت المثل في تحقيق المساواة بين أبناء الشعب. ودعا شيخ الأزهر الشريف أبناء مصر إلى مواصلة العمل بجد ومثابرة وإخلاص من أجل الارتقاء بمصرنا الحبيبة وازدهارها. بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسلت مصر شحنات مساعدات إنسانية محملة بالأدوية مقدمة من الجامعة العربية دعما للشعب السوداني الشقيق، وذلك على متن 3 طائرات نقل عسكرية. يأتي ذلك في إطار دعم وتضامن مصر وجامعة الدول العربية مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات، وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعوب العربية. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات، أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بورسودان، محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية. We'll be right back.
جانبهم أعرب مسؤولو الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود العربية المبذولة للتغلب على الشدائد التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق. حمول 3 طائرات حوالي 36 طن من الأدوية التي تبرعت بها الجامعة العربية للسودان. نحن شاكرون ومقدرون للجامعة ولأعضاء الجامعة وللسيد الأمين العام، وأيضا نحن ممتنون للحكومة المصرية، وشكرنا وتقديرنا إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تكرم بتوجيه الجهات المختصة بمصر لنقل هذه المعدات الطبية والأدوية إلى السودان. نحن نشكر على إرسال هذه المساعدات للشعب السوداني في ظل هذه المحنة، كما نشكر للحكومة المصرية بقيادة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على جهود الدائمة في الوقوف مع السودان كبلد شقيق لمصر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي. يأتي ذلك تأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعوب العربية. أدانت مصر بأشد العبارات سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك في تحد سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم وينتهك مقدساتهم. وأعربت مصر في بيان للخارجية عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا هي في العديد من الدول، بما ينذر بتداعيات بالغة ومؤثرة على أمن واستقرار المجتمعات والتمتع بحقوق الإنسان. كما أكدت مصر ضرورة أن تطلع الدول بمسؤولياتها في التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها وأهمية احترام الدول لالتزاماتها الدولية لتعزيز التعايش السلمي والتناغم الاجتماعي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر. كما استنكر دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بأشد العبارات تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف على يد مجموعة من المتطرفين في السويد في تحد متعمد وغير مسؤول، مما يؤجج مشاعر الكراهية والفتنة على مستوى العالم. وأكد مفتي الجمهورية أن مثل هذه الإساءات المتكررة والمتعمدة وغير المسؤولة تؤجج مشاعر الكراهية وتبث الفتنة وتعكس مظاهر الإسلاموفوبيا البغيضة، بما يحتم ضرورة تدخل المجتمع الدولي وكافة منظماته وهيئاته والمنظمات والهيئات الإسلامية على مستوى العالم للتصدي لهذه المهاترات والإساءات ومواجهة كل ما من شأنه إثارة سموم الفتنة ونشر الكراهية. وجدد دعوته إلى ضرورة إصدار قانون دولي يجرم الإساءة للأنبياء والأديان والمقدسات والرموز الدينية حفاظا على السلم العام على مستوى العالم. كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات سماح السلطات السويدية مجددا بقيام متطرف بحرق المصحف الشريف في ستوكهولم، واعتبر أن هذا الفعل الشائن يمثل استفزازا ضخما وغير مقبول لمشاعر المسلمين في كل مكان حول العالم. كما أكد أن التراخي مع خطاب الكراهية والتطرف لا يدخل في باب حرية الرأي والتعبير والتسامح، وأن الخلط بين هذه المفاهيم يغذي دائرة التطرف والعنف من جانب هؤلاء الذين يتحينون الفرصة لبث سمومهم ونشر أفكارهم الهدامة. من جانبها استدعت السلطات السعودية القائمة بأعمال السفارة السويدية لديها بعد منح ستوكهولم بعض المتطرفين التصاريح الرسمية بتنظيم تجمع يهدف لإحراق وتدميس نسخة من المصحف الشريف. وأوضحت الخارجية السعودية أنها سلمت القائم بأعمال السفارة السويدية لديها مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة السلطات السويدية باتخاذ جميع الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة التي تخالف جميع التعاليم الدينية والقوانين والأعراف الدولية. كما أكدت الخارجية السعودية رفضها القاطع لكل الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان وتحد من الحوار بين الشعوب. قال وزير العدل التركي يلماز تونغ أن بلاده
أصدرت أوامر اعتقال بحق السياسي الدنماركي راسموس بالودان وتسعة آخرين، وذلك للاشتباه في قيامهم بحرق نسخة من المصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم يناير الماضي. وأشار إلى أنه دعا مكتب المدعي العام إلى إجراء تحقيقات شاملة لتحديد المشتبه بهم وجمع معلومات واضحة عن هويتهم والأدلة على أفعالهم الإجرامية. أعلنت الخارجية السويدية نقل الموظفين المنتدبين بسفارتها في بغداد وعملياتها بشكل مؤقت إلى ستوكهولم لأسباب أمنية بعدما اقتحمها محتجون. يأتي هذا بينما تظاهر المئات في العراق للتنديد من جديد بتدنيس القرآن في السويد، وذلك بعد يوم من قيام محتجين باقتحام السفارة السويدية في بغداد وإشعال النيران بها، ما أثار أزمة دبلوماسية بين بغداد وستوكهولم، حيث طرد العراق السفيرة السويدية وسحب القائم بأعماله من ستوكهولم. إلى الأراضي المحتلة، حيث استشهد شاب فلسطيني وطفل وأصيب آخر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية أم صفا شمال رام الله، كما أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام القرية، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، مما أدى إلى وقوع إصابات. وتشهد قرية أم صفا منذ أسابيع هجوما متواصلا من قبل المستوطنين الذين أحرقوا عددا من المنازل والسيارات. أوجه نداء إن سمحتوا بيكم ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب. أنا بتكلم تحديدا هنا على الأزمة الروسية الأوكرانية. العالم كله أتصور أنه بيعاني من هذه الحرب. أنا بنادي باسمكم وباسمي إن سمحتوا لي بكده فلتتوقف هذه الحرب. أنا مستعد ومش للبحث عن دور، ولكن من أجل العمل لإنهاء هذه الحرب. نددت الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن بما وصفتها بالتهديدات غير المقبولة التي وجهتها موسكو وكييف إلى السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود عقب انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية. وأبدت الأمم المتحدة قلقها من المعلومات المتعلقة بالألغام المزروعة في البحر الأسود، كما أدانت استهداف روسيا لموانئ أوكرانية على البحر الأسود. وذكرت الأمم المتحدة أن هذه التطورات تهدد مستقبل 362 مليون شخص في العالم يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. على الجانب الآخر، قالت روسيا إنه لا توجد محادثات حالية حول بدائل لاتفاق تصدير الحبوب، موضحة في الوقت نفسه أنها تجري مفاوضات حول تصدير الغذاء إلى الدول الأكثر احتياجا. في ذات السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن محادثاته المزمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تؤدي إلى عودة العمل باتفاق الحبوب، ودعا أردوغان الدول الغربية إلى النظر في مطالب روسيا، مشددا على أن إنهاء اتفاق الحبوب في البحر الأسود سيكون له سلسلة من العواقب تتراوح من زيادة أسعار الغذاء العالمية إلى شح الحبوب في مناطق معينة، وربما يؤدي إلى موجات جديدة من الهجرة. وكرر أردوغان تصريحات سابقة قال فيها إنه يأمل أن يزور بوتين تركيا في أغسطس. هذا واعتبر الكرملين أن ما وصفه بتصرفات أوكرانيا غير المتوقعة تشكل خطرا على الملاحة المدنية في البحر الأسود، متهما كييف بتنفيذ هجمات إرهابية في المنطقة. في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أجرت تدريبا على أهداف عائمة واحتجاز سفن أطلقت خلالها صواريخ مضادة لسفن شمال غرب البحر الأسود. وأشارت إلى أن سفنا تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي أطلقت صواريخ كروز مضادة للسفن على زورق في منطقة التدريب القتالي.
على الصعيد الميداني، قصفت روسيا منشآت لتصدير المواد الغذائية الأوكرانية لليوم الرابع على التوالي. وأوضح حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أن الصواريخ الروسية أصابت صوامع حبوب تابعة لمؤسسة زراعية في المنطقة، مشيرا إلى أن شخصين أصيبا في الهجوم. وأكد المسؤول الأوكراني أن روسيا أطلقت صواريخ كاليبر كروز من البحر الأسود على ارتفاع منخفض، وهو ما مكنها من تفادي أنظمة الدفاع الجوي. وأضاف أن صاروخين أصابا مخازن الحبوب مما تسبب في نشوب حريق. دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية ينضم إلينا الآن، مرحبا بك دكتور مختار. أهلا وسهلا بك وأهلا بمشاهديك، تحيات. أهلا بك. يعني اتفاق تصدير الحبوب يعني الذي من المفترض أن هناك مساعا من دول عدة إلى إحيائه، ومن الواضح أن تركيا على استعداد بشكل أو بآخر لزيارة إلى روسيا في هذا الإطار، ربما دول أخرى أيضا تتحرك في هذا الإطار. لأي مدى مع التصاعد وتيرة يعني العمليات العسكرية بشكل أو بآخر على المنشآت التي يعني يتم تخزين الحبوب فيها، قد يؤدي هذا الأمر إلى التسريع أو العكس، ألا يكون هناك يعني جدوى من هذه الزيارات؟ تحياتي ليك ابتداء وتحياتي لمشاهديك. شوف، يعني كل شيء قابل للتوقيع أو قابل للتوقع. الواقع بالنسبة للصراع داخل الساحة الأوكرانية أخذ منحى ثاني مختلف بحكم إمدادات القنابل العنقودية التي ذهبت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي إلى أوكرانيا، واستفزت روسيا بشدة. وردت روسيا بعدم تجديد الاتفاق المبرم الخاص بتصدير سلاسل القمح الأوكرانية الروسية إلى الخارج، بل وجهت تحذير إلى أي مراكب سوف تسير أمام البحر الأسود وصولا إلى أي مواني أوكرانية أو حتى روسية، بأن هذه المراكب أو دي كلها إلى حد كبير جدا هتكون في مرمى النيران الحربي أو داخل العمليات الحربية. هل هذا التهديد الروسي هو تهديد جدي بحكم دقها من مسألة إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية؟ وهل هتستجيب إلى الضغوط التركية الوسيط اللي استطاعت أن تكون وسيطا في تصدير سلاسل القمح بالاشتراك مع الأمم المتحدة؟ ولا الأمر هيكون مرشح للتصاعد بحكم هذا الصراع اللي لحد كبير جدا صعب أن تضبط أوقاعه وصعب أن تضبط مداه؟ فأنا متصور أنه غضب روسيا بعدم تجديد هذا الاتفاق وإلى حد كبير جدا إرسال إنذار إلى المراكب اللي هتسير في البحر الأسود، أنا متصور أن هذا الأمر أمر جدي وإلى حد كبير جدا مرشح للتصاعد. طيب، ثمة حديث متداول عن تدريب يعني القوات الروسية بشكل أو بآخر على استيقاف السفن، على استهدافات بشكل أو بآخر ربما هي مركزة على مناطق بعينها اختارتها روسيا لتكثيف الهجوم عليها. لأي مدى هذا الأمر أيضا له انعكاسات سلبية على اتفاقية تصدير الحبوب؟ ولأي مدى أيضا ربما يكون هناك استجابة بشكل أو بآخر ولو جزئي حتى في هذا الإطار على العودة إلى اتفاقية تصدير الحبوب؟ شوف، كل المشاهد التي نراها منذ يعني امداد اوكرانيا بالقنابل العنقوديه كلها الى حد كبير جدا مشاهد سلبيه، والواضح ان كل طرف من قبل الطرفين، اذا كنت بتكلم عن الطرف الامريكي او العالم الغربي او الطرف الروسي والاطراف المسانده له، كل طرف فيهم بيحاول ان يستخدم امكانياته ويستخدم المتاح ليه. المساله اللي الى حد كبير جدا هتوجع او هتؤثر على العالم الغربي والكثير جدا من دول العالم مساله سلاسل القمح او امداد سلاسل القمح او السماح بتجديد هذه الاتفاقيه. وانا متصور ان رساله الروس كانت واضحه بحكم الرد الطبيعي على هذا الامر، وثم اجراء مناورات في البحر الاسود، ثم اتبع ذلك تسخين الساحه الكوريه ما بين كوريا الشماليه وما بين كوريا الجنوبيه، وذهاب الكثير جدا من الغواصات التي تحمل رؤوس نوويه الى هذه المنطقه او الى بحر اليابان.
فأنت أمام مشهد على المستوى الدولي والإقليمي، مشهد إلى حد كبير جدا ملتهب، لا تدري إلى أين سوف يذهب. وهل الصراع المرتبط بالساحة الأوكرانية هو مرتبط بحديث لافاروف إنهاء هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية كقطب وحيد على مستوى العالم؟ وهل الولايات المتحدة الأمريكية وهي تجابه ده تريد أن تسخن أو أن تلهب الكثير جدا من مناطق الصراع الموجودة في الكثير جدا من الأماكن؟ أنا متصور أنه مسألة تصدير سلاسل القمح أو السماح الروسي بذلك أو عدم السماح به يأتي ضمن سلسلة من المواجهات أو حدية الصراعات ما بين الطرفين التي لن تنتهي ولن تنتهي بسهولة. أشكرك دكتور مختار رباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف. أكد الرئيس الروسي أن أوكرانيا خسرت عشرات الآلاف من الجنود خلال العملية العسكرية، وقال بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي إن العالم يرى أن الأسلحة الغربية لا تساعد أوكرانيا على الجبهة، مشيرا إلى أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يحقق أي نتائج. كما أكد بوتين أن موسكو ستلجأ إلى كل الوسائل لحماية بيلاروسيا من أي هجوم. أقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سفير بلاده لدى بريطانيا، جاء ذلك في مرسوم نشره الموقع الرسمي للرئاسة الأوكرانية، ولم يذكر المرسوم أسباب قرار الإقالة، ولكن السفير كان قد انتقد مؤخرا الرئيس الأوكراني معربا عن أسفه لسخريته التي استهدفت وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الذي طالب أوكرانيا بإبداء مزيد من الامتنان للمساعدة العسكرية التي قدمتها. على صعيد آخر، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية وصول نحو 33 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال الساعات 24 الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا إلى أكثر من 13 مليون لاجئ. وأضافت الوكالة أن نحو 29,900 أوكراني غادروا بولندا أمس عائدين إلى بلادهم مرة أخرى. متواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع. انطلاق أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين أستراليا وأمريكا على الإطلاق. على وقع التغيرات المناخية، موجات الحر الشديد تواصل اجتياح أجزاء كبيرة من العالم، واليونان تكافح حرائق عنيفة لليوم الخامس. حضراتكم، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن مواصلة الوحدات البحرية الروسية الصينية المشتركة تدريباتها القتالية في بحر اليابان. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التدريبات المشتركة والتي أطلق عليها اسم الشمال التعاون 2023 تهدف إلى الحفاظ على أمن الممرات البحرية الاستراتيجية وعلى زيادة مستوى التعاون مع القوات المسلحة الصينية وعلى تعزيز قدرة الحفاظ بشكل مشترك على السلام والاستقرار الإقليمي والرد على كافة التحديات المختلفة في مجال الأمن. كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت مع انطلاق هذه التدريبات مراقبة واشنطن مع حلفائها المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا والصين في بحر اليابان. هذا وبدأت أستراليا والولايات المتحدة مناورات حربية تستمر الأسبوعين بمشاركة قوات يزيد قوامها على 30,000 جندي ومشاركين من 11 دولة أخرى. وتجرى تدريبات تاليسمان سايبر العسكرية المشتركة كل عامين، وأجريت لأول مرة في 2005، وستكون تدريبات هذا العام الكبرى حتى الآن. وستقام التدريبات في مناطق مختلفة في أنحاء أستراليا، تشمل محاكاة لعمليات قتالية برية وجوية فضلا عن عمليات إنزال برمائية. وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس إن هذه المناورات تظهر أن أستراليا تلتزم بالعمل مع شركائها الدوليين للحفاظ على أمن واستقرار منطقتنا. وسيشهد العام الجاري مشاركة ألمانيا لأول مرة في المناورات.
غادرت الغواصة الاستراتيجية الأمريكية ذات القدرات النووية USS كنتاكي وهي غواصة صواريخ باليستية. غادرت كوريا الجنوبية اليوم بعد زيارة نادرة استغرقت 3 أيام إلى ميناء مدينة بوسان جنوب شرق البلاد، وذلك في استعراض كبير للقوات ضد التهديدات العسكرية الكورية الشمالية المتطورة، حيث كانت الغواصة قد وصلت إلى القاعدة الثلاثاء فيما كان ينظر إليه على أنه تحرك لطمأنة الشعب الكوري الجنوبي الذي يشعر بالقلق بشكل متزايد من التهديدات النووية الكورية الشمالية. وأثار وجود الغواصة غضب كوريا الشمالية، كما حذر وزير الدفاع في بيونغ يانغ من أن نشر الغواصة النووية وغيرها من الأصول الاستراتيجية في الجنوب قد يندرج تحت شروط استخدام كوريا الشمالية للأسلحة النووية. توقع مستشار بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية استمرار موجات الحر الشديد في جزء كبير من العالم خلال أغسطس، بعدما شهدت الأسابيع القليلة الماضية تسجيل درجات حرارة قياسية. وقال جون نيرن كبير مستشار المنظمة المعني بالحرارة الشديدة، قال إن المنظمة تتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في أمريكا الشمالية وآسيا وشمال إفريقيا والبحر المتوسط 40 درجة مئوية لعدة أيام هذا الأسبوع مع تفاقم موجة حارة. وأضاف أنه على العالم أن يتوقع أو على الأقل أن يستعد لاستمرار موجات الحر الشديد خلال أغسطس، موضحا أن التخلص من الوقود الأحفوري سيحد من عامل كبير يسهم فيما نشهده حاليا من ارتفاع شديد لدرجة الحرارة. وتشهد مناطق جنوب أوروبا موجة حارة قاسية بل هي قياسية خلال ذروة موسم السياحة الصيفي، ما دفع السلطات للتحذير من تزايد احتمالات التعرض لمشاكل صحية حتى الوفاة. تواصل اليونان جهودها لاحتواء حرائق غابات في منطقة غربي العاصمة أثينا، تتواصل لليوم الخامس على التوالي مع توقعات بأن تشهد البلاد موجة حارة أخرى الأسبوع المقبل. يحاول رجال الإطفاء مدعومين بطائرات رش المياه ومساعدات من قبرص وفرنسا وإيطاليا، يحاولون السيطرة على النيران التي اندلعت في منطقة أثينا الأوسع نطاقا الاثنين، ما أدى لاشتعال النيران في منازل ودفع السلطات لإخلائها، كما لحقت أضرار جسيمة بأكثر من 100 منزل ومتجر جراء حرائق الغابات. هنأ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين الزملاء الإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التلفزيوني بمصر في 21 يوليو عام 1960. وأكد زين أن التلفزيون المصري بأبنائه هو من قاد حركة التنوير والفكر والثقافة لسنوات طويلة، وشكلوا وجدان الأمة بإبداعاتهم التي تربت عليها أجيال عديدة. وأضاف زين أن أبناء الإعلام الوطني لا يزالون يقومون بدورهم الوطني بتقديم رسالة إعلامية مهنية صادقة تواكب متطلبات تطورات العصر، ويقدمون خطابا إعلاميا يسهم في تنمية الوعي لتحقيق إدراك وفهم صحيح للمتغيرات والتحديات الجديدة التي طرأت على المشهد العالمي، وكيف استطاعت الدولة المصرية من خلال الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت والمشروعات القومية العملاقة من تخفيف حدة تلك الأزمات العالمية على حياة المواطن المصري. أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عن تقديم 225,150 خدمة من خلال حملة 100 يوم صحة في جميع محافظات الجمهورية. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الخدمات التي قدمتها الحملة تضمنت 9,756 خدمة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة في أول زيارة، بينما بلغت الزيارات العارضة
المتعاقدة والمتكررة 25,458 خدمة. كما قدمت خدمات مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديث الولادة ل 632 طفلا، وقدمت 39,106 خدمات ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي. وأشار عبد الغفار إلى أن الحملة قدمت 1,414 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و2,246 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج. كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ل 1,363 مواطنا. تتواصل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، والذي بدأت أولى فعالياته يوم الخميس الموافق 13 من يوليو الجاري، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر المتوسط، حيث انطلقت الليلة أولى الحفلات الفنية للمهرجان، وذلك وسط حضور كبير من قبل المصريين والعرب. تستمر الأجواء الاحتفالية في مهرجان العالم عالمين الذي بدأ منذ 13 من هذا الشهر ويستمر حتى شهر أكتوبر. بدأ التحضير للحفل الأول في هذا المهرجان منذ عدة أسابيع، حيث تم تجهيز المسرح وإعداد الأنظمة الصوتية والإضاءة، كما تزينت المنطقة المحيطة بالمسرح بالعديد من الأعلام واللافتات، كما امتلأت بالذين حرصوا على الحضور قبل بدء الحفل بساعات. صراحة العالمين مختلفة، كفاية البحر طبعا انها على الساحل، ومدينة جميلة جدا اول مرة اجيها على فكرة، ورائعة صراحة، مستوى متقدم بقى، تحس ان انت في حتة من حتت بره او دول الخليج يعني، فبصراحة حاجة مشرفة جدا لمصر صراحة ما شاء الله يعني. اعرب العديد عن سعادتهم بإقامة مثل هذه الحفلات، ويرون انها فرصة جيدة للاستمتاع بموسيقى الفنانين المفضلين لديهم. كل شوية هو بيجدد فيها، بيحاول يطور فيها، مهتم بيها جدا كمدينة، يعتبرها تبقى من احسن المدن على مستوى العالم يعني. لا بصراحه منظمه جدا 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 يعني حلوه، التنظيم حلو، التامين حلو، كويس قوي يعني، ما فيش الهرجله ولا بقى الزحمه والتكدس اللي بيحصل ده. كما اعرب العديد من الضيوف العرب عن حماسهم لهذا الحفل وغيره من الحفلات، حيث يرون انه فرصه جيده لاكتشاف الثقافه المصريه. لو العالمين صراحه انا اول مره اجي العالمين، فوجئت بالنهضه والعمران والتطور، يعني حاجه اول مره يعني بالتنظيم والنظافه، وايضا الحفله ما شاء الله الحضور، شايف حضور ضخم وجموع غفيره زي ما انتم شايفين ناس داخلين، وانا لسه بكتشف الان، حتى الان لسه كل يوم ازداد يعني اندهاش. جو بسم الله ما شاء الله، احنا في البدايه ما مفكرين الجو بيصير نفس الاجواء، لكن بسم الله ما شاء الله الاجواء عندكم رائعه رائعه رائعه، يعني الابراج والفندق الماسا يعني جاي خرافي يعني، نتمنى من كل البلاد يزوروا مصر. يعد مهرجان العالمين حدثا ثقافيا كبيرا يعكس التطور الذي تشهده البلاد في السنوات الأخيرة، كما يعد فرصة جيدة للمصريين والعرب والأجانب للتعرف على الثقافة المصرية ولقضاء وقت ممتع. حرص هؤلاء على حضور أول حفل في مهرجان العالمين، اصطفوا قبل الحفل بساعات في هذه الصفوف ليؤكدوا على أن العالمين وجهة سياحية مميزة ليست فقط للمصريين ولكن لضيوفهم من كل أنحاء العالم. من العالمين، محمد جمال، التلفزيون المصري. وللمزيد من المتابعة يبقى معنا محمد جمال مراسل أخبار مصر من مقر إقامة مهرجان العالمين الجديدة. محمد، تحياتي، أنقل لنا وللسادة المشاهدين صورة أكثر تفصيلا عن فعاليات المهرجان.
تحياتي إليك دينا ولكل مشاهدي أخبار مصر والنيل للأخبار. الآن نحن أمام العالمين أرينا حيث تقام الحفلة الأولى في مهرجان العالم عالمين الذي بدأ في 13 من هذا الشهر ويستمر حتى أكتوبر القادم. يمكن تظهر في الخلف أمامي ونفسح المجال للكاميرا الشاشات التي تعرض عليها هذه الحفلة، وهي بين أبراج العالمين الشاطئية المميزة لهذه المدينة بعد تطويرها. أيضا نلاحظ أن العالمين أرينا منطقة موجودة في ما يشبه الجزيرة حيث تحيطها المياه ليس فقط من البحر الأبيض في الساحل الشمالي، ولكن أيضا من البحيرة التي تشاهدونها الآن على أمامكم على الشاشات. هناك أيضا كما ذكرت الأبراج التي بنيت على أحدث الطرازات التي تجعلها أيقونة مميزة لمنطقة العالمين، وخصوصا هذين البرجين اللذان يشبهان البوابة لهذه المنطقة. ونرى أيضا أن هناك العديد من الذين يحضرون إلى مدينة العالمين ليس فقط بهدف حضور الحفلات، ولكن فعاليات كثيرة لاحظناها هنا في المدينة في هذا الصباح. كانت هناك العروض المستمرة لطائرات الRC والتي حملت علم مصر، وهناك أيضا العروض التي زينت سماء مدينة العالمين الجديدة بأعلام من كل الدول لتعبيرا عن الترحيب بهم في هذه المدينة التي تعتبر وجهة جاذبة للسياح وللمصريين. إذن محمد جمال كنت معنا مباشرة من مدينة العالمين الجديدة، شكرا جزيلا لك. القادم بقى من أخبار الاقتصاد بصحبة الأمير داود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشاطنا الاقتصادي، ونبدأها من وزارة النقل التي وقعت مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الفرنسية العالمية من أجل إطلاق التعاون الاستراتيجي المشترك في مجالات النقل البحري والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية. وقع المذكرة في مصر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وفي باريس رودولف سعادة رئيس الشركات الفرنسية. هذا وقد تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من مصر وفرنسا لسرعة توقيع العقد النهائي بين الجانبين. قالت السعودية إنها ستنضم إلى المنتدى العالمي لتجارة الهيدروجين الذي ستطلقه المجموعة الوزارية للطاقة النظيفة، وهي مجموعة عالمية تشكلت لدعم سياسة الطاقة النظيفة. أعرب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن أن المملكة ستكون أكثر سعادة للانضمام إلى المنتدى العالمي لتجارة الهيدروجين، والذي يسعى لأن يجمع الدول المستوردة والمصدرة للهيدروجين لمناقشة التجارة الدولية في هذا الوقود. قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن الإجراءات الحالية التي يتخذها تحالف أوبك بلس لدعم سوق النفط كافية في الوقت الحالي. وأضاف الوزير أن أي خطوات أخرى من قبل تحالف أوبك بلس لا تتطلب أكثر من مكالمة هاتفية على حد قوله. ويضخ تحالف أوبك بلس الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا نحو 40% من النفط الخام حول العالم، ويعمل التحالف على الحد من المعروض منذ أواخر عام 2022 في مسعى لدعم السوق. قالت وكالة الأنباء العراقية اليوم إن العراق وقع مذكرة تفاهم لتزويد لبنان بكميات من زيت الوقود والنفط الخام. وأفادت مصادر إعلامية أن البلدين أبرمتا اتفاقية جديدة لتزويد لبنان بكمية سنوية تصل إلى 2 مليون طن من النفط الخام. نقل تلفزيون النهار الجزائري عن الرئيس عبد المجيد تبون قوله إن الجزائر قدمت طلبا لأن تكون عضوا مساهما في بنك بريكز بمبلغ 1.5 مليار دولار. وأضاف تلفزيون النهار الجزائري أن تبون قد صرح في نهاية زيارته للصين بأن الجزائر تسعى للانضمام لمجموعة بريكز لفتح آفاق اقتصادية جديدة.
ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت في بداية التعاملات لتحقيق مكاسب لليوم العاشر على التوالي، بينما بدأت الشركات الكبرى وأسهم التكنولوجيا في التعافي بعد تكبد خسائر حادة في الجلسة السابقة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 49 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا بأكثر من 15 نقطة، كما صعد مؤشر ناسداك المجمع بأكثر من 84 نقطة. شهدت الأسهم الأوروبية استقرارا في التداولات، واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 463 نقطة، وهبطت أسهم قطاع التكنولوجيا في أوروبا 1.6%. أما شركات الطاقة فزادت بنسبة 0.7% بدعم من ارتفاع أسعار النفط. انخفض الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم بعد أن رفع المركزي الروسي أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع. وأكد بنك روسيا أن رفع السعر الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس جاء بسبب الضغوط التضخمية، فضلا عن مخاوف طغت على الأصول الروسية قبل نهاية الأسبوع. وبلغ سعر الروبل الروسي نحو 90 دولارا و60 سنتا أمام الدولار بنسبة انخفاض تقدر ب4.4%. قالت مصادر من قطاع الطاقة إن مصافي التكرير الآسيوية حجزت كميات شبه قياسية من الخام الأمريكي ليتم شحنها في شهر أغسطس، ومن المتوقع أن تحل تلك المشتريات محل مشتريات نفطية من الشرق الأوسط بعدما أطلقت الأسعار التنافسية والإمدادات الوفيرة عمليات شراء مكثفة. وقال متعاملون إن ما يتراوح ما بين 1.5 مليون برميل و1.9 مليون برميل يوميا من الخام الأمريكي معظمه من غرب تكساس الوسيط ستتجه إلى آسيا الشهر المقبل. استقرت أسعار الذهب اليوم رغم ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوع، وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو 1970 دولارا للأوقية. أخبار الرياضة بعد الفاصل مع أحمد يوسف. أخبار الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. هذا وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. نتعرف الآن على بيان تفصيل درجات الحرارة مع بعض، مش لطيف برضه.
وصلنا وحضراتكم إلى ختام الثامنة، لم يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى برقيات التهنئة من الوزراء وكبار رجال الدولة بمناسبة ذكرى الثورة 23 من يوليو. مصر تدين تكرار حرق وتمزيق المصحف السويد وتطالب بالتصدي لتلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. روسيا تقصف منشآت الحبوب في أوكرانيا اليوم الرابع وتدرب قواتها على احتياز السفن، والأمم المتحدة تعتبر تهديدات موسكو وكييف غير مقبولة. من التلفزيون المصري قدمنا لحضراتكم نشرة الثامنة. نشكر لكم حسن الاهتمام والمتابعة وشكرا لك ديرا. شكرا لك محمد.